جامده ولا جميله عنيده اكتر؟ ايه اتفاق. جميله عنيده طبعا، دماغها ناشفه قوي. جدا. مين رندا ولا جميله؟ مواعيدها مظبوطه جدا، رندا مش جميله. مين بيحب الاكل اكتر، رندا ولا جميله؟ انا. لا ايه ده، انا بتحايل عليكي تاكلي بتاعي تقولي بطلي. لا انت ولا انا. لا انا بحب اكل من بره طول الوقت. هي بتحب الاكل بره. اوكي صح صح. جميله. انا ما بحبش اكل بره. رندا ولا جميله اللي بيعكوا وهما بيطبخوا؟ ايه يا جماعه انتوا مستنيه تشوفوا؟ مش انا، هي إيه؟ هي ممكن اقول لها تعملي ايه في سندوتشات المدرسه بتاعتك؟ لا بلاش. لا لا قولي قولي. اصل انا هي مشكلتنا على الاكل طول حياتي، ماشي اوكي. فانا على كبر جمعت ان مشكلتنا على الاكل، ومامتي دايما خناقات على الاكل وزعيق على الاكل. انا اكتشفت ان الفكره مش فيا، هي بتبقى بتكروتني في الاكل. كنت بتعمل سندوتشات ازاي؟ ف يعني هل طبيعي مثلا نحط الطفل مثلا اول حاجه الاطفال بندي لهم سندوتشات فينو، لان كلهم ما بيحبوش العيش البلدي. فانا كنت باخد عيش بلدي، ان هي مقتنعه انها بتحط لي الافيد خلاص، مش مهم الشكل، مش مهم، انا بحب التفاصيل الحلو خلاص. فليه يبقى ساندوتش جبنه بالخيار وتبقى الخياره صحيحه جوه الساندوتش؟ نو. ليه ما بتتقطعش؟ ما بتتقطعش هي كده. طب وليه تتحط في الساندوتش؟ يعني ما تبقى بره مثلا. لا واحنا صغيرين كانوا بتعمل لنا ساندوتشات كده بنلفها كده. بس بنقطع الخياره جواها رفيعه. بس يعني ما هي مش هتاكل. هيك كده. هي انا زمان هي صغيره كنت بوكلها بال بحط في الحقنه مثلا، اجيب الشوربه حقنه افتحي بقك يعني وانا نايمه، لو وانا طفله قوي يعني. لا 4 3 2 كده يعني. دي واحده بتاكل يعني المفروض 4. ما كنتش بتاكل، ما كنتش باكل، كانت بتلاقيني قاعده اليوم وما اكلتش، فبتحط لي حقن وانا نايمه. رندا ولا جميله كانوا متوترين اكتر من كورونا؟ ولا حد فينا. ليه؟ ولا انتوا ما بتتوتروش؟ لا 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 بقى مش من النوع ده من الحاجات. انتوا روقانه على طول الخط. لا مش من الحاجات دي. مش عايزين اي حاجه تضايقكم. ثقه في الله. ثقه في الله. يا جماعه انا عندي ضيفتين. انتوا اكتشاف يا جماعه، انتوا اكتشاف. يعني التمثيل هيوترها بلاها تمثيل. تقطيع الخياره هيضايقها بلاش تقطيع. شوفي جبتي الكلام. الكورونا هتضايقنا مش مهم. عادي كورونا عدت عادي. لا هو بلاش كانت لذيذه جدا. اوه. ايه يا جماعه؟ والبقاء للاقوى. رندا ولا جميله لهم قوي في الابراج؟ لها قوي في الابراج. نعم. رندا لها قوي لدرجه ايه؟ لدرجه خضك. ايه ده؟ مثلا ممكن احكي؟ مثلا مامي الانترنت النهارده هو ليه مش معلق؟ مامي هو احنا دفعناش الانترنت؟ لا هو عطارد متراجع. ايوه اقول لك اللي تقولي ده ينفع كوميكس على الانترنت؟ لا على فكره حاجه كوميدي. هو بابي بيشوف انه يعني اصل احنا حياتنا في العادي كوميدي، فاحنا ممكن نبقى يعني هو مش باين علينا كده، بس هو احنا لو عملنا حاجه بنبقى بنعمل سات كوم اكيد يعني يومياتنا. سات كوم على نفسنا احيانا. طب معلش انت فعلا بتبقي مصدقه ولا بتهزري انه عطارد متراجع في الانترنت؟ لا مصدقه وبيبقى بجد على فكره، وبتقول حاجات بتبقى حقيقيه. حقيقي. مين فيكم خوافه وجبانه اكتر؟ جبانه. مين جبان اكتر؟ على حسب الموقف. ما عندناش حد جبان اصلا. انا جبانه اكتر. ايه قولي لي موقف انا جبانه فيه. لا مش جبانين. طب مين اشجع اكتر؟ كل واحد ليه برضو. احنا الاثنين كل حد ليه طلعاته. عرفت ان انتوا كنتوا في الحسين مره، وايه اللي حصل؟ مره كنا في لا بالعكس، انا بحس ان واحنا مع بعض في موقف زي بتاع الحسين ده بنبقى عاملين زي خالتي فرنسا يعني. مش ببقى فاهمه يعني بيجي كده
بيجي لنا لحظه خناق كده مفيش اي احساس بكل حد حجمه قد ايه او ان احنا ستات ممكن نتاكل في المكان هناك. كان في مولد بالصدفه احنا رايحين وفي مولد في كان لقينا زحمه جدا 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 وانا ماشيه طلع مسكنا في بعض احنا واحنا ماشيين ماسكين بعض طبيعه اللي هو لما بيكون زحمه انا لا ما قلتش حاجه بصيت لها كده هي حست من بصيتي انه في حاجه فقلت لها انت في حد لمسك فقلت لها انا مش واثقه خلاص قلت لي اديتي لي عملت كده فراحت جابت لي واحد من قفاه من التيشيرت من ورا قالت لي ده لمسك قلت لها لا سابته راحت جابت اللي جنبه لا لمسك فلا لا مش انا والله اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت ما تخليش حاجه تفوتك.